روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال صلى الله عليه وآله: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.